الله الله على الأزهر الله 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 أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصف أنا مش حنصف وكفيها الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشادنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد هذا هو المجلس الأول في قراءة كتاب الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع، نشرع فيه بمناسبة ما وفق الله فيه من إحياء مجالس إقراء الحديث الشريف بالأزهر العامر وبغيره من مجالس العلم، ومن الضروري يعمل له واحد لوحده، ومن الضروري إذا اشتغلنا بمجالس الإقراء أن ندرس قواعد هذه المجالس وما لها من ضوابط وآداب وما ينبغي أن نراعيه فيها لتتحقق فائدة هذه المجالس. ونحن اليوم ليلة 25 23 ليلة 23 من ربيع الأول، ليلة الأربعاء 23 من ربيع الأول، هات الخامس عشر من فبراير 2012. والإمام القاضي عياض بن موسى اليحصبي من كبار حفاظ الحديث ومن كبار أئمة المالكية بالأندلس، وله العديد من المصنفات منها شرحه على صحيح مسلم، ومنها كتابه المهم والنافع مشارق الأنوار، ويشرح فيه غريب الصحيحين وموطأ الإمام مالك، ومنها مصنفه المشهور الشفة في حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومنها هذا الكتاب الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع. قام بتحقيق النص فضيلة الأستاذ الشيخ السيد أحمد صقر، وهو من أكابر محققي التراث بمصر رحمه الله تعالى، ومن الطبقة العليا في فن تحقيق النصوص القديمة، وللمغامين بالمقارنة فيجي واحد يقول لي طب يعني يبقى من طبقة مين؟ فإذا أحببت أن تقارنه فقارنه بالشيخ عبد السلام هارون وبمحمود شاكر وأبو الفضل إبراهيم ونحوه من الطبقة الأولى ممن اشتغل بتحقيق التراث وكان على صلة وثيقة بالعلوم الإسلامية وتخرجوا في المدارس الشرعية فكانوا علماء قبل أن يكونوا محققين، وله العديد من التحقيقات المهمة والتي يظهر فيها براعة شديدة في التعامل مع النص، ومدرسته هي العناية بإخراج النص صحيحا ودقيقا والإقلال من الهوامش. الناس الآن تفتكر أن تحقيق النص أن أعمل أجيب النص فوق سطر واحد من النص المحقق وأقعد أدش كلام ملوش أي لازمة في الهوامش، ويبقى المحقق يفتكر ان كل ما كتر في الكلام بتاعه في الهوامش تحت كل ما بقى كده محقق ايه بارع.
فيأتي بما لا يساعد على فهم النص ولا على إضاءته. وبعدين تقرأ النص المحقق تجد نص محرف، وبدل أن ينسخه مسخه، فيصير ماسخ للنص وليس ناسخ. وأول مهمة لمحقق أي نص تراثي أن ينسخه لنا ويقدمه لنا أقرب ما يكون مما أراده محقق. وهذه هي كانت مدرسة السيد أحمد صقر. ومع هذا تجد لما يحتاج النص الخدمة وإضاءة علشان يساعدك على فهمها، تجد في أقل عمزل التلغاف تعليقاته وهوامشه غنية جدا وثرية جدا، بس الكلام عنده بميزان وبمعيار، ويديك تلغاف كده يفتح ليك مغلق النص ويساعدك على انك تفهمه. وانا احب هذه المدرسة، واشرف لو ان انا حققت نص ان اعمل مثل ما يفعل. نعتني بالنص عناية بالغة، ويبقى هي دي وظيفتي كمحقق. وبعدين في الهوامش أساعد القارئ على فتح مغالق النص بأقل القليل، إنما تبقى غاية الأولى أني أقدم نصا صحيحا. والمقدمة بين أيديكم مقدمة المحقق، فعليكم أن تعودوا إليها وتقرؤوها جيدا. سيدنا الإمام القاضي عياض توفي سنة 44 و500 رحمه الله تعالى. وبالإسناد المتصل عن مشايخنا بما فيه أسبات والفهارس المتداولة بأسانيدهم إلى الإمام القاضي عياض أنه قال: الحمد لله الذي هدى لطاعته وألهم وعلم الإنسان ما لم يكن يعلم، صفحة 29. أسأله شكر ما من به وأنعم، وعقبى خير يكمل بها نعماه ويختم، وصلواته على محمد نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، أيها الراغب في صرف العناية إلى تلخيص فصول في معرفة الضبط وتقييد السماع والرواية وتبيين أنواعها عند أهل التحصيل والدراية، وما يصح منها وما يتزيف وما يتفق فيها من وجوهها ويختلف، نبهنا مبارح على انه من المهم ان احنا يبقى عندنا خلفية قدر المستطاع عن الكتاب علشان نقدر نسكنه في شجرة العلم اللي احنا بنقراه. فتاريخ الوفاة نقطة مهمة جدا، تاريخ وفاة المؤلف. فلما نقول ان القاضي عياض مات 544، يبقى قبل من الصلاح ولا بعده؟ إذا اعتبرنا أنه ابن الصلاح هو النقطة المحورية في علم مصطلح الحديث، زي ما درسنا في كتب المصطلح لمن حضر منكم في كتب المصطلح، أنه بدأ التأليف مع الرمهرمزي والحاكم، ثم الخطيب والقاضي عياض والسمعاني، ثم جمع الكل ابن الصلاح. ونيجي من عند ابن الصلاح بتبقى نقطة محورية. بمعنى ايه نقطة محورية؟ يلتقي فيها جهود من سبق وينطلق منها جهود من لحق. فدي مقدمة ابن الصلاح، هي عملت النقطة المحورية اللي فيه علم المصطلح. يبقى جاي كده عامل نقطة كده، كل اللي سبقه صب عنده، وكل اللي لاحق بعديه اشتغل عليه، إما بالتحشية وإما بالشرح وإما بالنقد وإما بالاختصار وإما بالنظم،
إلى آخره على ما نعرفه من التاريخ لعلم مصطلح الحديث. تمام؟ يبقى أنا على طول كده هو دماغي تشتغل، عارف أن الصلاح توفي إمتى ولو بالتقريب، يبقى أنا عارف أنه توفي في القرن السابع، ماشي؟ قاضي عياض 544 يعني في السادس، يبقى ده ما زال لسه في بواكير العلم، بواكير التدوين مش بواكير إنشاء العلم نفسه. من علم الحديث كده احنا بقالهم بدأوا التدوين فيه ها من عهد الصحابة من القرن الثاني، أوائل القرن الثاني وبدأوا التدوين فيه، لأنه أوائل من صنف ابتدوا يموتوا من 150 و140 هجري، ودي بداية وفاة من ألف وصنف في علم الحديث. يبقى كده مصطلح الحديث إلى هذه النقطة اللي فيها القاضي عياض ما زال إيه؟ ها؟ لم يستقر بعد ولم يصل إلى نقطة اللي هي النقطة المركزية. وخدوا بالكم إن فكرة النقطة المركزية دي عاوزها تاخدوا بالكم منها وتعتبروها في كل العلوم، هتجدوها لازم، هتجد في كل علم في نقطة كده أو ممكن تبقى عدة نقاط بيجتمع فيها جهود من سبق وينطلق منها جهود من ايه من لحق. فزي اللي عندنا في المذهب يبقى مين؟ لا، في نقطة اهم، الجوين، نهاية المطلب. الامام النووي هيبقى في من لحق هيبقى نقطة تانية، بس اللي يعبر عن النقطة المركزية دي في المذهب عندنا تحديدا هيبقى الامام، ولهذا سموه الامام في نهاية المطلب، لأنه جمع كل طرق المذهب في نهاية المطلب، ومن عنده كل اللي بعديه اشتغل بما فيهم الشيخين، يعني حتى الشيخين الرافعي والنووي هم عبارة عن سلسلة منه، نهاية المطلب وبعدين كتب الغزالي الوسيط البسيط الوجيز، يجي المحرر وبعدين يجي شرح الوجيز، تيجي الروضة، يجي المحرر، يجي المنهاج وشروح وهكذا. فالسلسلة كلها ماشية، ولكن المحور بقى هيبقى نهاية المطلب. طبعا عند الملكية جامع الأمهات لابن الحاجب جمع فيه كل اللي اشتغل عليه اللي اشتغل في المذهب، فجمع المدونة والأسدية والعضبية والمستخرجة من كباري كتب مذهب المالكي، جمع في جامع الأمهات، فبقى نقطة ايه؟ التقاء. وجه الشيخ خليل اختصره وعلى مختصر خليل شغل المالكية كله. تمام؟ طيب في الحنابلة مدينة قط مركزية لازم تعرفوها، وإلا مش هتعرفوا تتعاملوا مع التراث ولا تعرفوا تتعاملوا مع المذاهب. تخش تبقى عاوز تجيب مسألة في مذهب تبقى ما عاش عفصك من رجليك، اروح فين واتحرك فين واجيب منين ومصادر ايه طيب عشان تخلص. دي نقاط نظامية لابد تبقى واعيها في كل علم فيقرب عليك البحث. الباحث المحترف لازم ياخد باله من الحكاية دي، وإلا هتقف وما انتش عارف 70-80 كتاب في المذهب الحنبلي هعمل ايه، 150-200 كتاب في المذهب الشافعي عشان تخرج مسألة تعمل ايه، 100 مثلا ولا 120، ده بتكلف المطبوع بخلاف المخطوط. فلابد النقطة المركزية دي عشان تعرف تشتغل. مئات الكتب في المصطلح، لما تحب تطلع مثلا المصطلح هتعمل ايه؟ لا، منتقى الأخبار ده في أدلة الأحكام، مختصر الخرقي، مختصر الخرقي عند الحنابلة يعتبر هو نقطة الالتقاء، المركز أيضا اللي اجتمعت فيه كل روايات المذهب، لأن المذهب قبله لم يكن مقيدا وكان يتلقى بالشفاه، لأن سيدنا الإمام أحمد نص على عدم تقييد مذهبه، ففضلت المسائل المذهب تدور بالمشافهة إلا ما روي من مسائل، زي مسائل المروزي ومسائل عبد الله ومسائل صالح ومسائل فلان وفلان 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 وفلان. فجه الإمام الخرقي وجمع روايات المذهب ومسائله وطوقه وحط المختصر بتاعه، وكل اللي جه اشتغل في مذهب الحنابلة هيكون مصدره
الخرق وعليه الشرح الكبير. أهم بقى مصادر مغني هو شرح على الخرق، أهم كتب المذهب هتلاقيه شرح عليه. طيب في النحو لا سيبويه ده مصدر، ده لسه ده في الأول خالص. سيبويه من الممكن أنك تعتبر الألفية جمعت ما سبق وانطلق منها من بعض. حتى ابن هشام لما جه اشتغل على ابن هشام، ابن مالك وابن هشام هيعتبروا هما الاثنين نقطتين مركزيتين جوه علم النحو رغم تأخرهما هما الاثنين. الملاحظ بقى في كل النقاط اللي بحكي لكم عليها دي انها ما بين القرن السادس والسابع. فالقرنين السادس والسابع دول هما القرنين اللي نضجت فيهم العلوم على التوالي. ابن الحاجب في الستميات ماشي، ابن الصلاح في الستميات، ها ابن مالك في الستميات، الامام النووي في الستميات، هيبقى بس قبليه براء بقى وعبقرية الشافعية عندنا بقى ايه ابن امام الحرمين متقدم شوية وبومية وشوية، بس كان لسه رغم انه مسك الفكرة بدري عن بقية المذاهب الا انها كانت لسه ما استوتش واحتاجت بعدين 200 سنه كمان عقبال ما تستوي قوي بجهد الرافعي وجهد النووي. والرافعي والنووي هما الاثنين في الستميات. فهنجد ان القرنين دول من الستميات والسبعميات هنجدهم ان نضجت فيهم العلوم كلها وبقت فيها نقطه دائما تجمع ما سبق وتبقى نقطه انطلاق لمن لاحق. هتلاقي مثلا فن غريب الحديث فين المركزيه، النقطه المركزيه بتاعته النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، حرر كل الكتب وضمها وجعل لنا هذا الكتاب الماتع النافع النهاية في غريب الحديث في الستميات أيضا. وهكذا في كل علم من العلوم هنجد هذا المحور اللي لابد ننتبه إليه علشان نقدر نتعامل مع تراث هذا الفن من غير ما تتوه، فيبقى فكرك منظم وعارف خريطة العلم دي ماشية ازاي وعارف فين النقطة المركزية بتاعته، فيبقى فين من ثم مصادره الأصلية المعتمدة. ما تروحش بقى تجيب من كتب نازلة وكتب لا وزن لها ولا ثقل ولا أثرت. لما ربنا يفتح عليكم في العلم ايه أحسن حاجة يعملها عالم؟ انه يعمل كده، انه يستطيع انه يفرض نفسه على خريطة علم ما فيقوم حاطط كتاب يصير هو القطب اللي بيدور عليه العلم من بعده، يلتقي فيه من سبق وينطلق منه من لحق. فانا بعتبر هؤلاء العلماء العشرين ولا الخمسة وعشرين او التلاتين مش هتلاقيهم زادوا على كده، هم ابرع علماء هذه الامة، لانه ده قدر يفرض نفسه يبقى بعد المؤسسين الاول قدر يفرض نفسه على خريطة العلم ويحط نفسه كده جوه العلم ويخلي نفسه قطب تدور حواليه يدور حوالي هذا العلم. هنلاقي مثلا في القواعد الفقهية الامام السيوطي كام واحد كتب قبليه في القواعد وكام واحد كتب بعديه في القواعد ويفضل هو النقطة المركزية وانت اخرت قليلا. طيب في الاصول لا هنلاقي المحصول، هنلاقي أكتر من نقطة مركز. المحصول الإحكام للآمدي جمع الجوامع لابن السبكي، طلعت أربع مراكز مش مركز واحد. الحنفية بقى هنلاقي أكتر من نقطة، نقط من النقط المهمة الهداية وكنز الدقائق. المبسوط ده مصدر في الأوائل، ده عامل زي المؤسسين، ده عامل زي ده لسه في التأسيس. المبسوط للصياغسي لسه في التأسيس، يعتبر لسه من دم المؤسسين الكبار. أنا بقول نقطة جمع بقى كل طرق المذهب وكل الأقوال والروايات، لأن المذهب مدارس. الهداية نقدر نعتبر الهداية ونقدر نعتبر نقطة تانية كنز الدقائق. بس هو المذهب الحنفي متسع أو مش باينة فيه الفكرة دي. أنا احتضت في المذهب الحنفي حاولت إن أدور ما من كثرة مصادر وأهميتها ما تحسش إن في قطب فيها دار عليها قوي، بحيث إنك تقدر تقول إن في سلسلة، يعني شوف لما تقول نهاية المطلب وتلاقي سلسلة طويلة شغالة من وراها.
وسلاسل عماله تتفرع. الظاهره دي مش عارف ليه مش موجوده عند الحنفيه. ها ممكن ممكن لانه هو المذهب في اساسه بدا متعدد المجتهدين، فقد يكون فضلت هذه الظاهره موجوده في التعدديه دي، لانه زي ما احنا عارفين كان الامام يسموه فقه الشورى، مجلسه من 500 عالم فيهم 15 واحد بلغ الاجتهاد، فيهم على الاقل 4-5 من راس المجتهدين المطلقين، وده لم يتحقق في الحقيقه، ما تحققش في اي مذهب من المذاهب الثانيه، فممكن ده اللي خلاه فضل هذه الظاهره موجوده فيه. المهم عشان ما نتوهش منا المساله، افتكروا ان انا في يوم من الايام قلت لكم خدوا بالكم من النقطه المركزيه اللي في كل علم، اعتنوا بيها وانتبهوا ليها، لان دي هتنظم انت طريقتك في البحث. بل الاكثر من كده، حاول تصنف الكتب بتاعتك على رف المكتبه بهذه الطريقه. يعني لو جيت عندي في المكتبه هتلاقيني انا صافف الكتب بهذه الطريقه، ادي مقدمه ابن الصلاح هحط تحتيها كل الكتب اللي جايه قبليها، واجي عند ابن الصلاح وابتدي ارتب كل الكتب اللي جايه بعديها على طريقته، بحيث انا حتى لما احب ابحث في مساله ببحثها منظمه. هاجي احط كتب الاصول هقوم حاطط الكتب الاوائل الاول، وبعدين احط المحصول واللي اشتغلوا عليه، وبعدين اقوم حاطط مختصر الامدي ومختصراته وابن الحاجب وشروحه واشتغل عليه. فدي نقطة مركزية هتخليك ترتب حتى الكتب على رف المكتبة بتاعك صح، وهتخلي معلومتك صح، وهتخلي حركتك وانت بتبحث في اي مسألة حركة صحيحة. ما تبقاش بقى عمال تخبط يمين وشمال ما انتش عارف تشتغل ازاي في اي مسألة. هخش ابحث مسألة اصولية، همسك مدرسة المحصول، هبقى عارف محصول الحاصل التحصيل الاسنوي، التاج السبكي، الاصفهاني، اترتبت كده معاه. واقوم ناقل على المدرسة التانية، هجيب الإحكام، هجيب ابن الحاجب، هجيب كم شرح عليه، واقوم ناقل على المدرسة التالتة، واقوم جايب ابن السبكي بشرح مثلا المحلي أو بشرح الزركشي عليه، فأنا ماشي أهو منظم أهو، وهكذا. هخش أشتغل على المذهب الشافعي، أبقى عارف أنا ماشي إزاي مرتب. ما بقاش بقى عمال أنتش ومصادر مش منظمة، مش عارف أصل من رجلي. هذا معيب جدا في البحث، لازم بحثك يكون منظم. بحثك يكون منظم معناها ان راسك منظمه. راسك منظمه معناها انك عارف مصادرك ماشيه ازاي، فين المحاور بتاعتها، المصادر ماشيه كل سلسله ماشيه ازاي، فعارف تتحرك في مصادرك صح. من اللي كنت بتكلم عن هذا؟ انا. ما ينفعش. ما فيش حد. هذا نتاج الخبره والحركه في الكتب. انما ممكن بقى تتلمس مع كل في كل علم، لو عاوز بقى توثق كلامي ده وتتوسع فيه، هتتلمس ده مع الذين ارخوا لكل علم، فهتكتشف ده. انما الصور الكليه دي مش حدش كان على بعضها، فهتروح مثلا في 7 كتب مفيده والفوائد المكيه طلبه الشافعيه، هتلاقي حاطط لك الايه؟ سلاسل كتب الشافعي مثلا. هتروح لمدخل ابن بدران هيعرفك بكتب الحنابلة. هتروح كتاب اسمه ايه، هتروح مثلا لمقدمة مثلا السيد عبد الله بن صديق الغماري على شرح الامير، ومقدمة الشيخ عبد الله عبد اللطيف على شرح الامير على مختصر الخليل، هتلاقيه يتكلم وارخ للمذهب وكتبه. فهتلاقي بقى يعني من هنا على من هنا على من هنا. هتروح للناس اللي مثلا ارخوا لعلم الاصول وتكلموا على مدارسه، فهتلاقي تاريخ. هتروح مثلا في كتب الحديث كثير تكلموا على تنوين، التنوين في المصطلح، ابن الحافظ تكلم وابن الصلاح تكلم وهكذا. لما تقرا بقى من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، تاخد بالك من الظاهره دي، ما تحط بقى الله العلم ده فيها هو نقطه مركزيه، وتلاقي في كل علم واحد الناس كلهم عيال عليه. ما هو بقى مركزه، يعني معنى ايه انه عيال عليه؟ انه بقى مركز لمن حوله. فتجد الظاهره دي متكرره، بالتتبع هتلاقي انها ايه؟ عيال عليه دي بقت في القرن السادس والسابع، اكتر من مركز. في طبعا مؤسسين الكبار الاوائل، وبيجي بعديهم المراكز بقى للعلم عندها. طب ليه مش هنكتفي بالمؤسسين؟ لان العلم حصل فيه نمو،
يعني مثلا أنا في توقعي إن الإمام الشافعي ساب المذهب وهو مثلا حوالي 50,000 مسألة تقريبا. طيب المذهب ثبت على كده؟ لا. طيب اللي بعديه ده مش المذهب؟ المذهب ده ناتج ايه؟ ناتج ان هم جم قالوا طيب ادي الخمسين اللي تكلم فيهم الامام وجد عندنا 100,000 كمان، طب قواعد المذهب فيها ايه؟ وبدأوا في عملية التخريج والتفريع والقياس، والمذهب عمال بيزداد لغاية ما وصلنا لفترة الازدياد ده عاوز يرجع يتلم تاني ويتضبط وايه ويتعمل له وقفة عشان المذهب ما يفوتش مننا، ودي اللي عانى منها الناس اللي ايه المحرر والمذاهب، فيوم جم يعملوا وقفة تانية جديدة بعد الوقفة الأولانية يضبط بقى فيها المذهب. الظاهرة دي موجودة في كل العلوم، ونفس الحكاية هو الإمام أبو الحسن الأشعري عمل ايه في مذهب أهل السنة والجماعة؟ عمل دورين مهمين. واحد أنه أسس مذهب عقلي لأهل السنة والجماعة. اثنين أنه أجاب عمن لم يتكلموا فيه بناء على قواعده. بمعنى إيه؟ ورثنا مذهب أهل السنة والجماعة 1,000 مسألة في علم العقيدة بأدلة نقلية بس. ماشي؟ حاول المتكلمون من أهل السنة والجماعة ممن سبق مثل المحاسبي وابن كلاب وغيره ممن ينسبون إلى أهل السنة والجماعة إن هم يدللوا على هذه المسائل الموروثة عن السلف بأدلة العقل بجوار أدلة النقل، ولم يفلحوا في أن يضعوا مذهبا متكاملا، لسه عمالين إرهاصات، مش قادر لسه يحط مذهب. معنى تحط مذهب ايه؟ ان بحط قواعد تصلح للاجراء على المسائل الجديدة، فابقى عارف المذهب يجبني عن المسائل التي لم يجب عنها السابقون، ده كده يبقى مذهب. النهضة احط مذهب له قواعد ثابتة واضحة استطيع ان اجريها فيما لم ينص عليه صاحب المذهب، كده بقيت مذهب، يبقى اداة صالحة للتطبيق. فجاء الإمام الحسن الأشعري بعد إرهاصات وضع مذهب كلامي لأهل السنة والجماعة، هو أول من فلح في وضع مذهب متكامل. أدي أول دور. تاني دور إنه استطاع أن يجيب ياخد المنهج بتاعه ده ويطبقه على ما استجد من مسائل في العقيدة وعلم الكلام، فأجاب عنها بما تقتضيه قال أهل السنة والجماعة. يبقى ده الدورين اللي عملهم، ولهذا انتسبوا إليه، ما انتسبوش إليه تقليدا ولا اعتباطا ولا شهرة إلى آخره، انتسبوا إليه لأنه استطاع أن يضع مذهبا كلاميا كما استطاع الأئمة الأربعة أن هم يضعوا مذهبا فقهيا. وأنا ما كانش عندي فقهاء مجتهدين زي الأئمة الأربعة، بيقولوا كان عندنا 80 مجتهد، كان عندنا 80 مجتهد، ومن هؤلاء المجتهدون من عمل بمذاهبهم وجرى القضاء بهم. الأوزاعي كان يقضى بمذهبه في الشام، سفيان الثوري كان يقضى بمذهبه، يقضى به يعني ايه؟ يعني صار المذهب الرسمي للدولة وصار في قاضي اسمه قاضي على مذهب الأوزاعي. سفيان الثوري كان يفتى ويقضى بقوله. طب ايه اللي ميز الأربعة دول؟ انه مش مجتهد وبس، انه مجتهد واستطاع أن يضع قواعد مذهب متكامل. كل ما تلاقي مسألة فقهية جديدة تعرف تلاقي في مذهبك قاعدة تجري القاعدة عليه، تعرف أنت مذهبك بيقول إيه. يبقى أنا كده وضعت مذهب، منهج متكامل، عندي مسائل منصوصة وعندي مذهب بقواعد. في المسائل غير المنصوصة أعرف أجيب عليها من خلال المذهب بما ليس في النص اللي هو القول المخرج عندنا. هو ده دور الإمام أبو الحسن الأشعري في العقيدة، إنه استطاع أن يضع مذهب متكامل لأهل السنة والجماعة يجمع بين العقل والنقل، ويستطيع أن يجيب في مسائل العقيدة إجراء على قواعد أهل السنة والجماعة. ماشي؟ فده مؤسس. طيب نيجي في علم الكلام بقى، فين النقط المركزية في علم الكلام؟
على مذهب أهل السنة والجماعة؟ الباقلاني مؤسس، لأنه أكمل المنهج، يعني المنهج الأشعري هو وضع بعض أسسه، إنما الباقلاني مؤسس، وابن فورت مؤسس. يعني المذهب الأشعري منهجه ثلاثة شاركوا فيه: الإمام أبو الحسن الأشعري، والإمام الباقلاني، والإمام ابن فورك. اكتمل على أيديهم. يعني إيه مذهب أشعري؟ من الممكن إن إحنا نعتبر الإمام الغزالي وإمام الحرمين نقطة محورية، من الممكن. إنما طبعا هنجد إن في نقطة محورية أساسية عند الإمام الغازي، فخر الدين الرازي، وعند الإمام الأمدي، نقطتين محوريتين في علم الكلام زي ما هم في الأصول، هما الاثنين، هما برضك هما الاثنين في إيه؟ في علم الكلام. وهيجي اللي هيشتغلوا بعديهم وشحوه عنهم، اللي هي بقى المتون المعتمدة الشهيرة، البيضاوي والعضد والسعد التفتزاني إلى آخره، هما طالعين من مدرسة الإمام والأمدي. ماشي، وضحت الفكرة دي؟ كفاية عليكم دي النهاردة، ونقوم. طيب، يبقى كده عرفنا ان الكتاب دون قبل الايه؟ قبل ابن الصلاح. يبقى معنى كده ان هو احد، هتلاقيه انه احد مصادر ابن الصلاح في مقدمته. فاني بما علمته من حرصك على هذا الطريق وتميزك إلى هذا الفريق وإيثارك علم الأثر على سواه، وتهممك بتقييد ألفاظ الحديث وتفهم معناه، وأنك سددت بمذهبك هذا لوجه الحق وصوابه، وأتيت بيت العلم من بابه، وسلكت في ذلك مسلك كل مشهور مذكور، وأحببت من العلم ما يحبه الذكور، فإن علم الكتاب والأثر أصل الشريعة الذي إليه انتماؤها، وأساس علومها الذي عليه يرتفع تفريع فروعها وبناؤها. الذكور هنا اللي هم الرجال يعني. وأحببت من العلم ما يحبه الذكور، لأنه في فكرة عندهم شائعة كانت أن علم الحديث لا يستطيعه إلا الإيه؟ فحول الرجال، مش الرجال وبس، لما فيه من المشقة البالغة. كان وقتها العلم الحديث محتاج إلى كثرة السفر وكثرة الحل والترحال، فعاوز حد يقدر على تحمل المشاق. وما زال تفضل يا بني، وما زال علم الحديث مع تيسر أسباب العلوم، إلا أنه لو قصنا المشقة المطلوبة في تحصيل علم الحديث مع غيره من العلوم، هنجد أنه هو ما زال أشق العلوم، يعني تحصيل أي علم تاني أيسر، إنما يظل برضك مع تيسر الأسباب في العلوم كلها تحصيل الفقه أسهل، تحصيل اللغة أسهل، تحصيل التفسير أسهل، تحصيل علوم القواعد أسهل. يبقى علم الحديث علم برضك ما زال في يحتاج إلى مجهود أكبر من غيره من العلوم بسبب تعدد مصادره وانتشار مسائل وتعدد فنون. يبقى عاوز تعرف كتب الرجال، وتعرف كتب الجرح والتعديل، وتعرف الشروح والغريب، وتحيط بمسائل علوم الآلة، يبقى محتاج الأدوات اللي موجودة مع المفسر وزيادة، يعني أدوات المفسر يحتاجها المحدث، ثم يزيد المحدث عليها بأدوات تختص بعلم الحديث لا يحتاج إليها المفسر. ماشي. وهو علم عذب المشرب، رفيع المطلب، متدفق الينبوع، متشعب الفصول والفروع. فأول فصوله هو الكتاب، كتابه يعني، معرفة أدب الطلب والأخذ والسماع، ثم معرفة علم ذلك ووجوهه وعمن يؤخذ، ثم الإتقان والتقييد، ثم الحفظ والوعي،
ثم التمييز والنقد بمعرفة صحيحه وسقيمه وحسنه ومقبوله ومتروكه وموضوعه واختلاف روايته وعلله وميز مسنده من مرسله وموقوفه من موصوله. وشوفوا هنا جعل في ايه في 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 ثالث مرتبه الاتقان والتقييد. في الاتقان والتقييد بياتي مجلس الايه السماع، اهميه مجالس السماع والقراءه، لان بها يحصل اتقان المسموع وتقييده. يقول: ثم معرفة طبقات رجاله من الثقة والحفظ والعدالة والجرح والضعف والجهالة والتقدم والتأخر، ثم ميز زيادات الحفاظ وغيرهم فيه وفصل المدرج أثناءه وفصل المدرج أثناءه من أقوال ناقليه، ثم معرفة غريب متونه وتفسير ألفاظه، ثم معرفة ناسخه من منسوخه ومفسره من مجمله ومتعارضه ومشكله، ثم التفقه فيه واستخراج الحكم والأحكام من نصوصه واستخراج الحكم والأحكام من نصوصه ومعانيه وجلاء مشكل ألفاظه على أحسن تأويلها ووفق مختلفها على الوجوه المفصلة وتنزيلها، ثم النشر وآدابه وصحة المقصد في ذلك للدين واحتسابه. النشر يعني نشر العلم، الجلوس في المجالس ونشر العلم بالتأليف والتصنيف والتدريس إلى آخره والتعليم. وكل فصل من هذه الفصول علم قائم بنفسه وفرع باسق على أصل علم الأثر وأسه. ماشي، الأس اللي هو الأساس، يعني الأساس الذي يبنى عليه الشيء. وفي كل منها تصانيف عديدة وتآليف جمة مفيدة، ولم يعتني أحد بالفصل الذي رغبته كما يجب. بيخاطب إيه؟ رغبته، مش رغبته، رغبته بيخاطب الايه الراغب. ايها الراغب في صرف العناية، هو مطلوب منه الى تلخيص فصول في معرفة الضبط وتقييد السماع والرواية. يبقى هنا تلميذه الذي يسأله وعاوز الحتة دي بالذات، فبيقول ان في ايه في علوم الحديث مصنفات متعددة شملت ايه علوم شتى من ايه من اصناف علوم الحديث، انما اللي انت تسأل عنه اللي هو ايه معرفة الضبط وتقييد السماع والرواية لم يعتني احد بالفصل، يعني بالسؤال او بتحرير تأليف في المسألة اللي انت ايه بتسأل فيه اللي هي تقييد السماع والرواية، ولم يعتني احد بالفصل، عشان ما يجيش حد يقول لي الفصل هو فين الفصل ده. فهنا بيستخدم الفصل مش بمعناه الاصطلاحي المقابل للكتاب باب فصل مسألة، وهنا بيستخدم الفصل هنا بمعنى ما سألت أن أفصل لك القول فيه، اللي هو أيها الراغب في صرف العناية إلى تلخيص فصول في معرفة الضبط وتقييد السماع والرواية. ماشي يا أولاد. ولا وقفت فيه على تصنيف يجد فيه الراغب ما رغب، فأجبتك إلى بيان ما رغبت من فصوله، وجمعت في ذلك نكتة غريبة من مقدمات علم الأثر وأصوله، وقدمت بين يدي ذلك أبوابا مختصرة في عظم شأن علم الحديث وشرف أهله ووجوب السماع والأداء له ونقله، والأمر بالضبط والوعي والإتقان، وختمته بباب في أحاديث غريبة ونكت مفيدة عجيبة من آداب المحدثين وسيرهم وشوارد من أقاصيصهم وخبرهم. والله تعالى أسأل توفيقا لي ولك وعونا
يسدد لما يرضيه عملي وعملك. باب في وجوب طلب علم الحديث والسنن وإتقان ذلك وضبطه وحفظه ووعيه. من المهم أن نلتفت إلى أنه مجلس الإقراء، ويمكن الكلام ده أنا قلناه في آخر مجلس عملناه في التحفة الأزهرية، واهتمينا بالقصة للتحفة الأزهرية في الثلاثيات والأوائل والمسلسلات والأربعين النووي، وكنا نحن نراها مع العوام. يمكن بعضكم أرى معايا التحفة الأزهرية، بس الطوارئ بقى جامد، ابقى اجيب لكم ان شاء الله نسخ من الطبعه الاخيره. فكل ما نروح في حته بنقراهم على العوام، اوائل الكتب السته ومسلسلات وكده، فيقولوا طب ايه الفايده، ايه الفايده، ايه الفايده، مش فاهمين ولا مدركين. ولعل كان بعضكم الاول برضك يبقى مش واعي الى اهميه مجلس الاقراء. كان كل سؤال يسال الواحد يعتني به علشان يجيب عليه لما نيجي ننزل مره ثانيه بالتحفه الازهريه. فمن ضمن ما فتشت وقفت على كتاب المعجم المفهرس لابن حجر العسقلاني، فوجدت انه قرأ 1950 كتاب اقراء فقط، قراءة فقط. يعني الحافظ ابن حجر اعتنى فيما اعتنى فيه من الطلب بانه يقرأ، ولو لم يكن للإقراء من أهمية ما كانش اعتنى هذه العناية البالغة إلى أنه يقرأ 1950 كتاب. روحت قاعد وعمل لهم تحليل، باين معايا نسخة باين هنا. ها؟ ما هقول لك وهجيبها لك من على الكمبيوتر هنا. فلقيت اولا في اصناف العلوم اللي اراها، والكتاب موجود في الشامله، المعجم المفهرس ده موجود في الشامله اللي عاوز ايه يقف عليه، هو ارى في كل العلوم. يعني ال 1950 كتاب دولا هي في كل العلوم، من اول التفسير والحديث لغايه المعاجم اللغه والادب وكتب التصوف، ويمكن في حاجه في الطب كمان اراها وعلم الكلام الى اخره. هجيب لكم دلوقتي احصائيه بالقصه دي وتشوفوا مدى عنايته بالقراء والاقراء. فيحصل من هذا الاهتمام انه كانوا بيعتبروا الاقراء هو ده التحصيل الاساسي بتاع الطالب، المخزن الكبير. يبقى المخزن الكبير بتاعي او الحاصل بتاعي اللي بخزن فيه هو مجلس الاقراء، وبعدين مجلس الشرح هيبقى العدد اقل لان الشرح يحتاج الى اعمار اطول. الحافظ ابن حجر مما يذكر عنه انه كان يقرا البخاري مره في 4 ايام، مره في 15، ومره في شهر. طب شرحه في قد ايه؟ هو نفسه بقى شرحه في قد ايه؟ الفتح هذا كان املاء، شرحه في 20 يوم، 20 سنة. وزيه بدر العين، هما الاثنين كانوا بيشرحوه وبيملوه سوا. واحد قاعد في خط باب البحر، الحافظ ابن حجر كان مدرسته باب البحر من سيدنا الامام الشعراني، ومدرسته ما زالت قائمه يوم الشرح بتاعه هناك. واحد التاني قاعد ورانا هنا البدر العيني في مدرسته هنا يوم الشرح بتاعه، والتلامذه عاملين زي حالاتكم كده مشتركين. فهم الاثنين يبعتوا لبعض كل واحد املى ايه النهارده في الدرس، فيصبح الحافظ ابن حجر يعارض العيني وينصر مذهبه، ويصبح البدر العيني يعارض ابن حجر وينصر ايه مذهبه. البدر العيني يجد الحافظ قصر في مباحث لغوية، يقوم هو مزود فيها شوية لأنه مش هيقدر يجريه في المباحث الايه الحديثية، والتاني يلاقيه قصر في المباحث الحديثية يقوم ايه دايس فيها شوية. وقعدوا هما الاثنين يتبادلوا الايه بالطريقة دي، واحد قاعد هنا وانا هنا رحمة الله تعالى عليه، ولسيدنا الحافظ ابن حجر
قاعد في باب البحر. الشارع مازال معروف اسمه شارع باب البحر، والمدرسة الآن بقت اسمها زاوية ابن حجر. الناس فاكر انه مدفون هناك ومش مدفون هناك، كان في ضريح فيها قديما وأزيل من 3-4 سنين وصارت اسمها زاوية ابن حجر، شالوا حتى الاسم الأثري. في باب الشارع شالوا للأسف الاسم الأثري، يعني أنا أوعى عليها اسمها مدرسة ابن حجر، وبالناس بيتصلى فيها أولابوها من مدرسة الزاوية، زاوية صغيرة كده اللي باقي منها، إنما هو ضريح هو الإمام الليث بن سعد. ماشي. فيبقى بيقرأ الصحيح في 20 يوم يشرحه إيه في 20 سنة. وإذا كان اللي ذكره في المعجم المفهرس حوالي 2000 كتاب، فأنا بتخيلي إنه ما شرحش 200 كتاب. يعكسها بقى، هو قرأ في 20، شرحه 20 سنة 20 يوم وشرحه في 20 سنة. الـ2000 كتاب اللي قراهم إقراء لا أعتقد إنه يبلغ الشرح منهم 10% بحسبة الأعمار، ما يبلغش الشرح منهم 10% أبدا. ماشي. نقول الفائدة دي كده في السريع ونختم بها هذا الايه هذا الدرس. علشان تعرفوا أهمية نعم. فيبقى مجلس الإقراء هو الحاصل، وبعدين بقى ابتدي اشرح حاجة حاجة. فيحصل ايه؟ هروح اقرأ 10-15 كتاب في الحديث، لو شرحت واحد هيتفك لك العشرة خمستاشر. هروح هقرأ 10-15 كتاب في الأصول، لو شرحت واحد هيتفك عليك الباقي، هيصير تفهمهم خلاص. تروح تقرأ إقراء سريع، روح اقرأ شذور الذهب وقطر الندى وكذا 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 وكذا، واشرح واحد فيهم هيتحل عليك الباقي وهتعرف تمشي فيه لوحدك. انما ما تعكسش بقى. التامل في الواقع اللي احنا فيه في رحله طلب العلم يقول ان الخلل البالغ اللي احنا فيه نتج عن اشياء مش شيء واحد، من ضمنها الاخلال بالاقراء والعنايه بالشرح بس. فيحصل ايه؟ ان احنا ما بنكملش ابدا كتاب لغايه اخره، ما احنا بنزهق. فيحصل انك لا قريت ولا شرحت، فيحصل انك ما بنتعلمش ابدا علم صحيح. طب ايه اللي يعوضني؟ كان اللي يعوضهم العنايه بالاقراء، يبقى انا قريت المذهب على بعضه، قريت العلم على بعضه، واشرح على قد ما تقدر. يعني انا فاكر قرينا على مولانا سيدنا الشيخ عبد الرزاق ناصر رحمة الله تعالى عليه الإقناع، قلنا نبتدي به، قلنا له يا مولانا، والله كانت مجموعة يجي 7-8، كنا نروح له في بلده في بعد بنها كده، كان عاوز نبتدي معاه الإقناع من أوله. قلنا له يا مولانا احنا زهقنا من فصل الحيض، قريناه كل واحد فينا قراه 5-6 مرات، الطهارة ما بنطلعش منها. قال طب عاوزين تبتدوا بإيه؟ قلنا له نبتدي من البيوع والمعاملات. هو كان ماهر في المعاملات جدا رحمة الله تعالى عليه. قعدنا سنة ما خلصناش فصل الربا. قعدنا سنة. يعني حوالي 4 أو 5 صفحات من الإقناع تقريبا، أو يمكن ما يجيبوش 4-5 صفحات. سنة بنفك في العبارة دي. بس لو أنا قاري الإقناع قبل كده وفاهم وقاري أبو شجاع ومحصله بقى إقراء سريع، السنة اللي أنا قعدتها معادي في الخمس ورقات هقدر أمشي بيها في بيت الإقناع صح. ليه؟ لأن اتعلمت منه خلال السنة دي إزاي همسك نص الإقناع وأفهمه فهمه صحيح. يبقى الإخلال بيجي من ناحيتين، مفيش حاصل اللي بيتراكم معاك من الإقراء، ومفيش أعمار، لإما أنت بتقصر لإما الشيخ بيقصر، لإما الشيخ بينقطع تحصل له عوارض، الشيخ جه بعد كده ومرض ومات رحمة الله تعالى عليه الشيخ عبد الرزاق، فما عرفتش نكمل عليه الكتاب، بس ما زال الواحد فاكر الـ5 صفحات اللي خدناهم منه في سنة دول.
فهذا هو المهم. الإخلال اللي موجود دلوقتي في الطلب جاي من ناحيتين، ما بنكملش شرح ولا نقرأ كتاب كاملا، فيبقى لابد ان احنا نحيي من مرة اخرى سنة الإقراء. وما تقولش ايه الفايدة، كانوا زمايلكم يمكن سيف وحلمي يسألوني لما كنا بنقرأ، وعبد الرحمن مين اللي كان بيحضر معايا ايام كنا في رمضان في الظلة، يقولوا لي ايه الفايدة، او ابتدينا نقرأ البخاري يقولوا لي الفايدة، يقولوا لي الفايدة بعد 20 سنة، ايه فايدة ان احنا عمالين نقرأ سرد كده اهو وما بنشرحش، قالوا لهم الفايدة بعد 20 سنة، فيبصوا له ويسكتوا ادبا يسكتوا، حاضر 20 سنة 20 سنة الحمد لله. بس مهمة جدا. التانيين كانوا علماء ليه؟ اهو يقرأ ده ويقرأ ده ويقرأ ده ويقرأ ده، لو فك واحد، بل لو فك بعض واحد منهم اتفك عليه الجميع. نعم. طيب قرا بعض واحد وما عندوش حاجة بقى يبقى مفلس. قرا كتاب الطهارة على فلان ويدوبك قرا تعريف أصول الفقه على فلان وما خلصناش مقدمات الأصول ونقوم واقفين، يخش في النحو ما يتجاوز المرفوعات في الـ في الـ في البتاع ويقوم واقف وهكذا. مش ده اللي بيحصل، مش ده الواقع اللي بيحصل. تلاقي نفسك عمال بتلف 4-5 سنين وما فيش حاصل انتهينا اليه، ناتج انه الشرح يحتاج الى نفس طويل ومصابره من الطالب ومن الشيخ، والعوائق متعدده على الطرفين، فيعوض ده بالاقراء. نرجع بقى، انا عارف ان انا طولت والبنات عاوزين يقوموا عشان المواصلات. الامام الحافظ ابن حجر قرا 1960 كتاب على مشايخه، واللي ذكره في المعجم هنا مش اللي اتصل بيه اسناده بالاجازات العامه، ده قايل ان شرط في هذا الكتاب اللي قرأه اقراء، اما هو بيقرأ على الشيخ او الشيخ بيقرأ عليه او بيسمع من الشيخ. يعني 1900 دولا حضورهم سماعا، اما بقراءة الشيخ او بقراءته هو على الشيخ او بقراءة غيره على الشيخ وهو يسمع، ولا يذكر فيها شيئا من الإجازة إلا أنه يكون حصل له فوت، أي كده في المقدمة، إلا أنه يكون حصل له فوت في بعض الكتب فيكمله بالإجازة العامة، ولم يذكر فيهم ولا كتب بالإجازة العامة، لأنه لو قال بقى بالإجازة العامة هتبقى كل كتب التراث داخلة معاه. فهو هنا ذكر الكتب بس اللي هي إيه اللي وقع له سماعها. 1960 منهم 548 في الأحاديث لوحده، 548 كتاب في الأحاديث المسندة في مصنفات علم الحديث، 31 كتاب في مصطلح الحديث، 17 كتاب في العلل والسؤالات، 18 كتاب في المسلسلات، 45 كتاب في شروح الحديث، 147 كتاب في الرواة والرجال والفضائل والأنساب، 134 كتاب معاجم شيوخ ومشيخات، 55 كتاب في الأربعينيات، 682 كتاب في الأجزاء الحديثية الصغيرة والفوائد وفوائد الشيوخ، 74 كتاب في علوم القرآن والقراءات، 15 تفسير، 64 كتاب في كتب الحديث المجردة من الأسانيد زي المصابيح وجمع الأصول، مصابيح للبغوي وجمع الأصول من الأسير، حتى دي اعتنى بقراءته، فأرى فيها 64 كتاب. عشان اجي اقول لكم تعالوا وجمع الاصول محدش عاوز ينشط، تعالوا وجمع الصغير محدش عاوز ينشط، فحتى المصنفات المجرده ناس كانوا يعتنوا بقراءه. طيب كتب الزهد والرقاق 76 كتاب، التصوف 6 كتب، الاحياء والقط والعوارف واللمع وغيرها، الفقه واصوله واصول الفقه 71 كتاب، التواريخ وكتب الادب العربي اقول لكم تعالوا ومقامات الحريري هتلاقي الحافظ ابن حجر اعتنى بقراءه، 88 كتاب في التواريخ والمعاجم وآداب اللغة العربية. فهو ده الخزينة الكبيرة، إما مجلس الإقراء هذه هي الخزينة الكبيرة اللي بيعمل لك الحاصل الواسع بتاعك. وبعدين بقى اشرح على قد ما تقدر. ماشي. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله على الأزهر، الله 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 أكبر، أم الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصفنا مش حنصف وكفيها، الله الله. يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين، يا الله الله.
مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله. وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشادنا والله. بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.